تعليق حلو جدا من احد المتابعين بيقول: دكتور انا استخدم دواء اليفيو عشان الترسيس فقط، وقالت لي الدكتورة انه مثبت مزاج رغم اني قرأت عنه ولا لقيت انه من فوائده هذا الشيء. طيب نخلي بالنا بس من الجزئية دي، الموضوع ده مهم جدا جدا. دواء اليفيو هو عبارة عن دواء يحتوي على مادة فعالة اسمها توبريميت. توبريميت دي المادة دي نفسها بتستخدم از مود ستابلايزر، كمثبت مزاج، وفي نفس الوقت بتفيد للناس اللي عندها مشاكل في تشنجات وصرع، وفي نفس الوقت بتفيد للناس اللي عندها صداع نصفي او صداع عنقودي، بيجيب نتيجه جدا جدا ممتازه، بتيجي بتركيزات 25 وبتيجي بتركيزات 100 مللي جرام. وانا كنت عملت فيديو كامل تفصيلي عن ماده توبريميت والبراند بتاعها اللي هو اسمه توباماكس، والفيديو بفضل الله ترند بحث يوتيوب رقم واحد. طيب هل هو بيفيد في التخسيس ولا لا؟ هو فعلا بيقلل الشهيه وبيساعد على نزول الوزن، ولكن ده اوف ليبل يوزز. يعني ايه اوف ليبل يوزز؟ يعني ان هو غير معتمد من هيئه الدواء والغذاء الامريكيه للتخسيس او لنزول الوزن، ولكن الناس لما استخدموه وبداوا يلاحظوا عليه الموضوع ده، بدا يوجه الناس ان هو يستخدم. طيب انا دلوقتي يا دكتور استخدمه ولا ما استخدمهوش؟ بص، حته استخدمه ما تستخدمهوش، ينفع ما ينفعش، هو بيختلف من شخص للتاني. حتة ان هو بيجيب نتيجة ولا ما بيجيبش نتيجة، اي دواء، اي دواء متعلق بالتخسيس او بالسمنة والنحافة ليجل او اوف ليبل او الليجل. الليجل معناه ان هو اصلا ممنوع، زي الادوية اللي بتعمل سي ان اس ستيميليشن، زي عندنا مثلا مادة الفيدرين، عندنا مادة الدي ان بي، عندنا مادة الكلين باترول. يعني دي اصلا حاليا ممنوعة في دول كتير جدا من دول العالم، ولكن هي بتستخدم. بفضل الله انا اقدر اساعدك واقدر افيدك واقول لك ايجابياته واقول لك سلبياته في الموضوع ده. خلصت حياتي.